السلام عليكم إخواتي أخواتي، صباح مبروك عليكم ولواسل مبروكة، ومرحبا بكم في قناة خالد ستوريز. إخواني أخواتي، دائما كنقول لكم لواسل مبروكة والأيام بالله كاملة عواشر، والله يدخل عليكم الصحة والسلام. عفوا خوتي، مرحبا بكم، كنعاودوها بقناة خالد ستوريز، وما تدخلوش علينا بلايك وبابوني فضلا وليس امرا، ما تخسر والو المرضي، واخبط ديك لايك، يلا خبط ديك لايك وديك ابوني، ما فيها والو، تكالي هيدا ولا هيدا، وبلا ما نقول لك تكيتي عليا راه انت عزيز وغالي، ما تكيتيش عليا راك عزيز وغالي دائما. خوتي، موضوع ديالنا اليوم هو الشعوذة، موضوع ديالنا اليوم هو السحر، موضوع ديالنا السحر والشعوذة اللي شتت بزاف د العائلات، واللي شتت بزاف د الفاميليات، وبزاف ديال الدراري، بزاف ديال الشبان، وبزاف ديال الشابات. وهاد السحر هذا رجع بحال السكسو نهار الجمعة، ولا عادة السحر، ولا عادة بحال السكسو نهار الجمعة. هذا هو العنوان ديال الحلقة، السحر ولا عادة بحال السكسو نهار الجمعة. راه خوتي، دابا رجعنا كنشوفو شابات صغارين عندهم 16 سنة 15 سنة يمشيو يسحروا الشاب، أولا كيمشيو يسحروا شي العائلة ديالهم، شي بنت خالتو ما تجوز، أولا شي عايد خالتو ما يجوز، أولا شي مرات حبيباهم، أولا شي واحدة من العائلة. بهاد السحر هذا شمن فائدة منه؟ اللولية، لا يفلح الساحر من حيث أتى، وينقلب السحر على أهله. هذه القرآن، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتريلي ألف مرة. لا يفلح الساحر حيث أتى، وينقلب السحر على أهله. راه أنا ماشي نقول لكم السحر شي حاجة غريبة أو لا شي حاجة ما كتعرفوها شي أو لا، راه السحر الرسول صلى الله عليه وسلم بتريليون ألف مرة خوتي، وتسحر. علاش كيقول لك علاش الناس كتخرج بالصباح، ملي كتخرج من الباب كتخرج بالأذكار، وكتدخل بالأذكار، وكاين بنادم كيدخل الجامع بالأذكار، كيخرج بالأذكار، كاين اللي كيدخل الطواليت بالأذكار، كيخرج بالأذكار، وهيدا بنادم كيمشي شويه بشويه. باش تقدر تبعد عليك السحر وخصك تكون مودي مصلي، ان دابا حنايا ما عندناش شي واحد القانون، كنتمنى الشؤون الناس اللي عندهم مصلحه في الشباب وفي الاجيال وفي هاد الناس هادو اللي كتشوفهم كيتعذبوا، شحال من مهندس، شحال من مدير البنك، شحال من طبيب، شحال من كوميسير، شحال من بوليسي عادي، شحال من ضابط، شحال من كورونير، شحال من واحد تام اخر حداد، اختار من ميكانيكو، اختار من نجار، من كل واحد من جميع الميناء، سواء كانت وظيفة او لا كانت مهنة عادية او لا كانت تجارة كتبهر بنادم مسحور فيها، او لا كتجبر العائلات. حال دابا نعطيكم مثال، شابات حضاري 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 بزاف، كنقولكم راه اللي كيمشي ديك الليلات الدبايح كيدبحو فيهم ويعملو فيهم، وهادي كتأدي وراسكم، كتأدي وراسكم، راه هادوك اللي كيمشيو كيكونو مآديين كيكونو، كاين اللي فيه المسلم، كاين اللي فيه الكافر، كل واحد شنو فيه، فهمتي؟ ولكن اللي فيه المسلم ما يمشيش يذبح، فهمتيني؟ واللي فيه الذين كفروا
كيمشي يعمل له الطوقوس ديالو، والطوقوس كاملة شرك، ما عندهم يقول لك منادم. هذا هو الشرك الأكبر. دابا نسينا، يعجبك واحد الإنسان يمشي يسحرنا آخر بس يعذبه، وعد منادم كيمشي وعد كين الناس ماشي كتسحروا بس دمروا، كتسحروا بس قتلوا، السحر الأسود. لهذا أنفتح الموضوع رسالة من عندي من هنايا، بعض الرقاة راه القرآن الكريم ما كيتقراش بالفلوس، القرآن ما كيتقراش بالفلوس. العلاج كيجي من عند الله وبالقرآن د الله، ولكن ماشي بالحصص ب5000 درهم. الحصة هي القرآن، عمل الأجر بطل. وهذاك السيد وإذا كان عنده وقال لك هاك شبر واحد البركة شبر، ولكن نسينا ما تشرطتي، ودائما كتقول أنا كرقي في سبيل الله، بلا كنتي انت راقي، أنا كرقي في سبيل الله. ومني كتمشي وكتوكل على الله، ربي ما كتعرفش شني كيوجه لك، فهمتيني؟ لأن الساعة القرآن كيتقرا من القلب، والقرآن ديك الساعة ربي كيشوف فيك كتعمل واحد الخير، ديك الساعة كينزل العلاج من عند الله أصاحبي. ولكن تينا راقي كتقرا و5000 درهم من الحصة، راه شكون هذا اللي يداو؟ حتى واحد ما يجي عندك، وهذاك مقهور. شان كيمشيو من الطبيب، الناس اللي كيمشي للطبيب وكيدبر الأشعة وكيعمل كدا وكيقولو ما فيك والو، داك كيكون فيه ماس شيطاني. ديك الماس الشيطاني خصو يمشي تشوف شي فقيد الله اللي كيقرا القرآن بالبركة، ما كيشردش عليك، ما كيقولك شي الفلوس، كيقرا عليك باطل. اللي عطيته هو هذاك درهم، 2 دراهم، 3 دراهم، 100 درهم، 20000، 200 درهم، شحال ما بغيتي تعطيه. هذاك الشيء بالإذن ديالك، ما عندكش تقول الله يرحم والديك، فهمتيني؟ الله يرحم والديك غالية، فهمتيني؟ هذا هو الوقت، الوقت بالحسنات. دابا خوتي ما كتلاحظوش، الدنيا كاملة مفتونة، كل شيء الفيتان. علاش؟ بنادم كل شيء الدنيا داتو، بنادم تا صحتو ما كيفتش عليها، خور صحته كيدمرها، فهمتوني يا خوتي؟ صحته كيدمرها. يعني هاد السحارة هادو اللي كيعملو الطلاميس وكيخرجوا على ولاد الناس وكيخرجوا على بنات الناس وكيخرجوا على الأزواج مزوجين وكيخرجوا على الناس اللي يكونوا يعملوا العواول، كيعطلوا لهم العواول، فهمتيني؟ والسحر ما عندك مدامل، دعية مدامل هو العمل الله صافي، فهمتيني؟ ما كترقب عليك الانسان نتينا. وكنتمنى شي قانون يخرج على هاد الفقهاء اللي كيعملوا الطلاميس، راه كتجبر واحد على جوج الحومات، او لا واحد في الحومه، كل حومه كتجبر فيها واحد او لا، دابا فهمت؟ لان وعاد كتاروا في الناحيه الشمال، في النواحي الشمال كتاروا الفلوس، لأن الفلوس الفقي سحر ماشي لك بفراشة بمرسيدس فراشة عايدة ماشي بيها أخوتي. واحد كان أستاذ ولا كان طبيب ولا كان كوميسير بوري واحد بوليسي كان عارفو، جبر واحد سيدي سليمان ماشي حماق كيخلب بالحفا، من طنجة حتى سيدي سليمان ماشي عنده في النواحي الغرب بس يدوش. يلا ما كيتيقش يركب في التاكسي، يمشي على كرعو كيجي على كرعو، كيضرب على كرعو كضرب شحال، كيضرب النورة ما نعرف، الله أعلم. الناس تبتو في الطريق. هلا أخوتي دابا دا غي واحد، أما هم الآلافات آلافات مضروبين بالسحر. وتحياتي نديك الفيديو ونديك السيد اللي كان صور ديك الناس مرة أخرى داخلين عند الفقيه في الداخلية، ما عرفتش من مدينة.
أيدته وتحياتي ليلو من هنا من هذا المنبر هذا فرشو وكان خصو هذاك الفقيه يعيطني الأمن ويعيطني المقدم ويعيطني هادي ويشوف شكون اللي كريلو وشكون هادو ممنوع يكريلو شي واحد حتى ولا كانوا عندهم الديور الجيران خصهم يعيطوا للأمن راه هادو كيخرجوا عليكم أخوتي هادو أخوتي كيخرجوا عليكم ويخليوكم كتشوف بويا عمر بنادم مربوط بالسناسل وهيداك كيولي منادم كاين اللي كيعملوا له الحسد كاين اللي كيعملوا له العين كاين اللي كيعملوا له ما يخدمش كاين اللي كيعملوا له التشتت كاين اللي كيعملوا له ما يجوزش كاين اللي كيعملوا له ما تجوزش مره كاين اللي كيعملوا له الترون كاين اللي يعملوا له التفرك كاين اللي كيعملوا له ايوا اخوتي لا حول ولا قوه الا بالله نعيا ونقولوا انتوما كلشي كتعرفوه حنا غير هضرنا دينا مقدمة وعرض إن شاء الله نهار اليوم بالعشية مع الساعة 11 هنعمل لكم حلقة السحر إنسان كيفاش عاش بالسحر وكيفاش الناس كانت مجوجة وكيفاش فضت وكيفاش ترونت وكيفاش كانت عايشة خوتي السلام عليكم وخليكم هذه غير نصيحة عطيتها نصيحة وليس فضيحة والسلام عليكم وما تبخلوش عليا بلايك يلا تكاع عندك تنسى وما تبخلوش علينا وتحياتي لزامي ديالي اللي تابعيني كاملين كان أيدهم أي واحد دخل الفيديو ديالي الله يستر من هنايا الله يستر أمة المسلمة كاملة وتحياتي الشعب المغربي كاملة من سبتة المحتلة إلى حتى الصحراء أخوتي والسلام عليكم.